اللي المخ ديالو الان مشغول مشغول بالاستعداد فيما يتعلق بالطعام والشراب، ماذا بقي له في ذهنه من التعلق بالله؟ هذا شيء خطير جدا على المستوى النفسي والوجداني والايماني. يعني لما تلقى الانسان الان رفض له مفكر المصروف ديال رمضان ابدا، واش هذا قبل الطريق ديال رمضان اطلاقا، بل الطريق الى رمضان هو طريق التقلل والزهد. بالعكس، يجب ان تشعر بان هذا شهر الاقتصاد بامتياز، وشهر التقلل، والشهر الذي لن تحتاج فيه الى كثير مصروف، فينقص من هم مشاغل الدنيا وأسبابها الكثير الكثير مما يعطيك الفرصة للاشتغال بالله تعرفا وتعريفا. إذا القلب من الآن مشغول بالعادات الشهوانية مما رسخت فيه أقدام الناس في رمضان، فمعنى ذلك أن الطريق إلى رمضان لم تسلكها بعد. هذا أمر أول. في رمضان عرف محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وفي رمضان ليلة هي أعظم ليالي الزمان، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذه الليلة أقول الرهيبة، رهيبة، لها جلال ولها جمال. لو تدبر العبد حقيقتها لارتعدت فرائصه، ولوقع بقلبه الخوف والوجل، ولسارع فارا إلى مولاه الذي خلقه. أليست هي الليلة المباركة؟ بلى وربي. أليست هي الليلة التي هي أعظم من ألف شهر وأشد أثرا؟ بلى. أليس فيها يفرق كل أمر عظيم؟ بلى. كل مقادير العباد من الخير والشر، من القضاء النازل بك وبالعالمين، يتنزل في ليلة القدر، يتنزل في ليلة القدر. فهي ليلة القدر، وهي ليلة الأمر والشأن، شأن الكون. وأنت أيها العبد لك صحيفة في صحف اللوح المحفوظ، ولك مادة تتعلق بالقدر مما يتعلق بك أنت. كل ينظر إلى نفسه، فلان، أنا فلان، ابن فلان، ابن فلانة، اسمي مسطور في اللوح المحفوظ، فيه كذا وكذا من القضاء والقدر لسنة كذا، ديال سنة، سينزل هذه الليلة. وعجيب أن الناس يمرون عليها وهم معرضون. ووجب على العبد أن يحيط لا عشرها الأواخر، مش يجب لك عشر أيام التالية، بل أن يحيط رمضان بنفسية من الخوف من الله جل وعلا، بنفسية من الرهبة والتقدير والإجلال لرب الكون، عسى أن يكون في قضاء الله وقدره من المرحومين، من المرحومين، من الذين غفر لهم وأثابهم، من الذين اجتباهم واصطفاهم، لا من الذين سخط عليهم، لا من الذين غضب عليهم والعياذ بالله، لا من الذين نسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. رمضان شهر ولا كأي شهر، اختلف مختلف اختلاف كلي كبير، شهر لا قبل للناس به إلا فيه، لكنش مثله. ومن ذا يضمن أن يعيش الآخر والذي بعده؟ من ذا يتألى على الله أن يحييه إلى غيره ويعطيه فرصة أخرى لرمضان؟ وحتى لو أعطاك، ليس صاحب الفرصتين كصاحب الفرصة الواحدة. أعطاك فرص ذهبية من عمرك وتضيع الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وكل عام وحدة زمنية كاملة من العد من عمرك. يعني هذيك واحد اثنين ثلاثة إلى ما شاء الله لك من العمر، يعني كل شهر راك ضيعت فيه عام، لأن العام فيه شهر واحد من رمضان، ما فيش رمضان جوج. فضياع رمضان يعني ضياع سنة، يعني ضياع وحدة من وحدات العبد من عمرك، بحال عام كامل نقص من العمر ديالك. وعجيب وغريب حقا، ليس فقط أولئك الذين يضيعون فرصة هذا الشهر، وإنما أعجب منه وأغرب أولئك الذين لا ينقطعون عن الحرام فيه ولا يتوبون. الوزر فيه أعظم، والذنب فيه أضخم، والجريمة فيه أخطر، لأنها مضاعفة بشكل رهيب. فالذنب فيه ذنب كسائر الذنب الذي وقع قبل رمضان، لأنه ذنب، ثم
يضاف إليه ذنب آخر وهو انتهاك حرمة هذا الشهر. شهر جعله الله له لا لغيره، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شهر الله الذي فيه يعرف وبه جل وعلا يعرف. وقرأ إن شئت قول الحق جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية وردت في سياق أحكام رمضان، جاءت الوسط بين أحكام رمضان سابقة ولاحقة، ما بين قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال جل وعلا بعد مباشرة: وإذا سألك عبادي عني. وبعد إنهاء الآية مباشرة قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. معنى أنه جاب أحكام رمضان، يعني هذا واجب هذا ممنوع، هذه رخصة هذه عزيمة، ثم جاب أيضا رخص وأحكام من إحلال الرفث إلى النساء أي جماعهن ليلة رمضان. وفي الوسط بين هذيك وهذيك، بين آيات إيجاب رمضان وبيان بعض رخصه وبين بعض أحكامه الأخرى، في الوسط جاء قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني. يعني الإنسان اللي يشوف الشوفة الأولى يقول إيش علاقة ديال هذه الآية بما قبلها وما بعدها، جات في الوسط ديال أحكام التشريع من الحلال والحرام والواجب، وهي آية تتعلق بمعرفة الله، آية تتعلق بمعرفة الله والتعرف إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية ذلك، علامة ذلك، وكل آية في كتاب الله علامة على هدى لمن أبصر، أن هذه الآية تخبرك أن الأحكام التي تتلى الآن من أحكام رمضان شأنها أن تصلك بالله مباشرة. مفسرون يتكلمون في هذه الآية كلاما عجيبا، من قولهم أن دأب السؤال في القرآن والجواب، في المجى السؤال والجواب في القرآن، في الغالب أن يأتي فيه لفظ قل عند الجواب. يسألونك عن المحيض قل هو أب، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، كثير. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كثير كثير كثير. يسألونك قل الله يفتيكم، في المجى السؤال قبل الجواب كيقول قل، أي كيبين بأن بيان الأحكام يتعلق بهذا الذي أمر بقول وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أي قل لهم يا محمد، أي بين لهم بسنتك العملية أحكام الحلال والحرام من أمور الشريعة. هذه الآية ما جاش يقول، لأن الناس ما سألوا عن العمل، ما سولوش على حلال وحرام، سولوا على الله. فتولى الرب جل وعلا بنفسه الإجابة والبيان دون واسطة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: وإذا سألك عبادي عني، ماشي عن العفو، ماشي عن المحيط، لعني، ما قالش قول، قال فإني، عني فإني قريب، يعني إذا قصدت الله بوجدانك وقلبك فسيتولى هو بذاته جل وعلا هدايتك واجتباءك واصطفاءك إليه بنفسه. وهذا هو رمضان بالذات. ألم يقول في الحديث القدسي: إلا الصوم كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عبادة يتولى الحق جل وعلا بنفسه سبحانه كما يليق بجلاله وجمال وجهه، يتولى سبحانه وتعالى التعامل فيها مع عباده مباشرة. أشكالها تكتب لكن مقاصدها، أي ما يحصل في القلوب من عمران الإيمان والتقوى: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الأمر هو يتولى، فيجعل في كل قلب على قدر صدق صاحبه من نور الإيمان ما يجعل ولا يدرك ذلك أحد من الناس، حتى يكون في الصف الواحد من الصلاة قوم
عمر الله قلوبهم بالإيمان ولا يبري بهم أحد، لما أخلصوا ولما تفرغوا وانقطعوا له وحده لا شريك له. عيب، عيب كبير وعار على المسلمين أن لا يلتفتوا في رمضان إلا إلى الأكل والشرب والنوم أو اللعب مع الأسف. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا وصرف عنا اللهم شر ما قضيت، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.